فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. كما قال الشيخ إن اختلافهم على أنبيائهم يحتمل أمرين، يحتمل اختلافهم على أنبيائهم أي مخالفة أنبيائهم، فلما خالفوا أنبياءهم هلكوا، ويحتمل اختلافهم فيما بينهم، من اختلاف التضاد كما سبق، اختلافهم فيما بينهم، وكلا الأمرين مهلك، لا مخالفة الأنبياء ولا الاختلاف بين أتباع الأنبياء، الاختلاف الذي هو من اختلاف التضاد.